أهلا وسهلا بكم في القناة، أهلا بكم مشاهدي الكرام. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما ناقصكم خير. اليوم بحول الله موعدنا مع حساء يليق في هذا البرد، سعيد فيه رائع بنين ولذيذ، معروف في المطبخ المغربي بتدفي. فإذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، هذه هي الوجبة باش تعملوا اشتراك وتنضموا إلينا القناة وشغلوا الجرس باش توصلوا بالوصفات مجرد ما تنزل في القناة. ولا كنتم من الأوفياء القناة تنجد الترحاب بكم. اللي ترغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناة غشيت شاف لطيفات، نتقاسم معكم فيها عدة وصفات بدون هذا الروبوت. ندوزو نكتشفوا المقادير وطريقة التحضير. تدفي لهاد الحساء بحشتنا الشعير، هذا هو القوام اللي خديت، الشعير البلدي خديت 150 غرام، وبحشتنا القطاني معلقة كبيرة الفول، معلقة كبيرة العدس، معلقة كبيرة الجلبانة يابسة، ما يعادل 15 غرام كل نوع. غنزيدهم على الشعير ونغطيهم بالماء ونخليهم على الاقل 4 حتى 5 سوايع يرطبوا مزيان، عاد نغسلهم مزيان باش نحيد منهم حمض الفيتيك اللي تتواجد بصفه عامه في القطاني وفي الحبوب. من بعد ما تدوز 4 حتى 5 سوايع ندوزوا نغسلوا هذا القطاني وهذا الشعير، نغسلهم مزيان باش نحيدوا منهم حمض الفيتيك المضر بالصحه. الروبوت ثيرموميكس ديروا جوج دريسات ثوم بصيله صغيره قطعه طريفات، نسد ونبرمج 5 ثواني سرعة 5، ننزل كل شيء اللي لصق لي في الجناب نزلو لتحت. نزيد هاد المقادير اللي غسلت اللي هي الشعير والقطاني، نزيد 30 غرام تاع زيت الزيتون. ضروري ما نزيدو الزيت باش ما طفيتش لينا هاد الحسوه، شويه البزار، الملح حسب الذوق، شويه الحبه السوداء، معلقه كبيره تاع الزعتر، نص معلقه صغيره تاع الحلبه، وتتبقى حسب الذوق اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. وغادي نزيد الماء ما نفوتش الماكسيموم باش ما طفيتش ليه. زيت إترو و 300 غرام الماء، غادي نسد. ضروري ما نحيد الكوبري ونغطي غير بالباني باش ما طفيتش ليا. اذا باش ما طفيتش هاد الحساء ضروري نديرو الزيت ونغطيه بالباني. وباش جميع الناس اللي عندهم ثيرموميكس سواء تي ام 6 او تي ام 5 او 31 يتمكنوا من طياب تاع هاد الحساء او تدفي، غادي نطيبها في حراره 100. غادي ندير 40 دقيقة، والناس اللي عندهم تي ام 5 و تي ام 6 يديروا غير 30 دقيقة. حرارة 100، سرعة 2 باش ما تلصقش هي لتحت. تدفي تاعتنا هي طابت، اللي بغى يقدمها بحال هكا يقدمها. انا غادي نزيد فيها الحليب، يمكن لكم تزيدوا الحليب النباتي او الحليب الحيواني. دائما ما تنفوتوش الماكسيموم اللي عندنا في البول. انا هنا زدت غير 4، 250 غرام. غادي نسد ونبرمج 5 دقائق، حرارة 100، السرعة 2. وها هي تدفي اللي تليق مع هاد البرد وزالة
وتدفي. نزيدو لها شويه زيت الزيتون، وهكذا كيف شفتوا معايا تنوصلوا نديروا حساء تدفي المعروف في المطبخ المغربي، تيجي رائع بنين ولديت. شفتوا يليق في وجبه الفطور او العشاء، رائع في المذاق تاعو وتيسخن. فإلى عجبتكم الوصفه جربوها، وإلى عجبتكم ما تبخلوش عليها بالبارطاج واللايك ووضع تعليقات، بارطاجي الوصفه مع الاحباب باش تعمل فائده. واللي تيرغب في وصفات من هذا النوع بدون الروبوت ثيرموميكس مرحبا به معنا في قناه غسل شيف لطيفه، رابطها في صندوق الوصف. بالصحه والراحه، والى الملتقى في وصفات اخرى ان شاء الله.